السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة إن في واحد طرد ابنه من البيت عشان بيشرب بيبسي، ودي قصة تقريبا كل الناس أهل الجيران عارفينها، يعني إنها قصة حقيقية. هو بس مش بيبسي، هو مشروب كان اسمه سيبو، تمام؟ يعني هو اللي فكرني بيه إن الموبايل المصري نزل اسمه سيبو، وهو نفس قالوا نفس الشركة اللي كانت بتعمل حاجة الساعة دي هي اللي عملت الموبايل. تمام، هنتكلم في الموضوع ده مرة تانية، بس خلينا دلوقتي نركز في ازاي او ليه واحد طرد ابنه من البيت رغم ان هو متزوج ومخلف وعايش وراجل محترم جدا ومش حاجة خالص، بس ابوه طرده من البيت عشان عارف ان هو بيشرب ازازة سيكو او بيبسي. هو السيكو ده حاجة ساعة زي بيبسي. راجل طيب كبير قاعد في البيت، فجأة واحد قال له ازيك يا عم حاج؟ قال له الله يسلمك. قال له انا عايز بص نتكلم في الجد، الجد ما يزعلش حد والحق ما يزعلش حد بتاع، وقعد يديله شويه امثال عربيه كده يعني في النخوه والكرامه. ايه يا عم في ايه قلقتني؟ قال له بص ابنك شرب حشيش وقلنا مش واحنا صغيرين يا ما شربنا حشيش، وبعد كده عقلنا ابني انا بشرب حشيش. قال له عادي يا عم مش مشكله. وبعد كده شرب بانجو وقلنا عادي. ابني انا بشرب بانجو. يا عم قالوا بتشرب بنج وخلاص، يومين ثلاثة هيبطل مفيش مشكلة عادي نسيبها نسيبها مش هنتكلم معاك في النقطة دي. بعد كده مش مع بنات، وقلنا ايه ابني انا بشرب مش مع بنات. ايه تاز بس عادي يا عم، كل الكلام ده ملوش أي لازمة خالص، كل الكلام ده عادي و يعني مفيش مشكلة. ايه طيب ايه قلتني ايه المشكلة؟ كل الحاجات دي عادي، انما اللي احنا عرفناه بقى مؤخرا وما سكتش عليه ولازم يبقى فيه وقفه ابنك بيشرب سيكو. ليه حاجه ساعه؟ ابن انا بيشرب سيكو. الله حتى اساله انا الناس شافته وبيشرب سيكو، ويعني عشان احترام ليك ما رضيتش اجيب كلام اقول له ده انا جاي اتكلم، روح اساله هو بيشرب سيكو ولا لا. تمام. الراجل استنى ابن بقى اول ما جه، تعالى هنا يالا. نعم يابا. مالك في ايه؟ انت بتشرب سيكو يالا؟ قال له يابا في وكمان بترد على حياتك تشرب سيكو. واحد يديله حته حلقه وراح طرده من البيت قدام الناس كلها. بقى الراجل ده هو سيكو حرام ولا هو سيكو ايه اللي حصل؟ هو كان شاهد من القصه ديت ان ممكن حد يجي، ده اكيد الراجل ده شغال في التلفزيون دلوقتي، يديك معلومات كتير غلط، فلازم انت تتاكد من المعلومه. والحمد لله الانترنت موجود، فتقدر تتاكد من اي معلومه، تقدر تتاكد من صحتها، تقدر تتاكد من خبر. مش معنى ان حد قال حاجه ان الحاجه دي متصدقه جدا. تمام. احنا عندنا في مصر مثلا الناس مقسومه لنصين، نص بيشجع كذا ونص بيشجع كذا، الاثنين في كذب كتير في النص يعني، فما تسلمش ودنك لكل حاجه وترددها بحسب المرء من الكذب أن يرد كل ما يسمع. يعني تبقى كذاب كبير قوي لو كل حاجة تسمعها تطرد تقولها استرقناها بلسنتكم، يعني أول ما تسمع حاجة تروح قايلها، أو أول ما تشوف حاجة تروح عملها شير من غير ما تتأكد منها. ممكن تكون صح، ممكن تكون غلط، ممكن تكون كذب، ممكن تكون في رمي الأعراض، أو في تشويه لحد، أو في كذب على حد، أو في فياريت. يا ريت نتأكد من المعلومة ونتعلم إزاي نتأكد من المعلومة متأكد من صحتها. ولو حد قال لنا كذبة يبقى خلاص الكلام بتاعه لا يصدق بعد كده. يعني ناس كتيرة في الإعلاميين كذبوا علينا 500-600 مرة لغاية دلوقتي لسه مصدقهم. تمام. فلا لازم نبقى فيه تحري للصدق، ما ناخدش الكلام عن أي حد. ولذلك في علم الحديث كان بيتورعوا إن لو حد كده يعني كذب أدنى كذبة خلاص ما تاخدش. واحد راح لحد رواد الحديث قال له عايز حديث، قال له استنى بس أجيب حمار، فعمل كده كان معاه شويه قمح عشان الحمار يجي اكل الحمار. فقال انت معاك اكل؟ قال له انا بضحك عليه بس. قال له لا انت بتكذب على الحمار، مش بتكذب عليا، تورعا ما خدش منه حديث. تمام. فنثق كده في كل كلمه وما نقولش كلام غير لما نكون متاكدين من صحته، وعلى اساس ان الاشاعات والكذب يقل في المجتمع ان شاء الله.